متابعي اليوم السابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا متواجدين مع حضراتكم وتحديدا من امام محكمة مجمع محاكم بلبيس، حيث تنعقد في الدائرة 12 بمحكمة جنايات الزازي. يمكن دائرة محكمة جنايات الزازي هتنظر غدا اولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شقيقة زوجته بمدينة العاشر من رمضان. اليوم وزارة الداخلية أصدرت بيان بالقبض على المتهم شادي، 36 عام، مقيم دائرة قسم ثاني العاشر من رمضان، على خلفية اتهامه بالقتل العمد لفتاة تدعى فاطمة، هي شقيقة زوجته. تفاصيل الواقعة كانت في بداية شهر يناير من العام الحالي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة ثاني العاشر من رمضان بلاغا بالعثور على فتاة تدعى فاطمة في بداية العشرينات من عمرها، جثة هامدة داخل مسكنها بدائرة قسم ثاني العاشر من رمضان. انتقلت الأجهزة الأمنية بقسم ثاني العاشر من رمضان بإشراف اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، وبالفحص والتحريات تبين وجود إصابات ظاهرية وآثار خنق، وتبين اتهام شقيقتها لزوجها ويدعى شادي 36 عام، هو له محل إقامة بقرية أم الزين تابعة لمركز زقازيق، لكن هو مقيم بدائرة قسم ثاني العاشر من رمضان، بقتل شقيقتها على إثر مشادة كلامية بينهم وخلافات مالية، ولذا بالفرار. يمكن بعد 3 أشهر من ارتكاب الواقعة الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليه بمحافظة دمياط أمس، كان مختبئ بها على مدار 3 شهور. ويمكن محكمة جنايات الزادي هتنظر غدا أولى جلساته في القضية رقم 188 لسنة 2022 جنايات قسم ثاني الزقازيق. هتنظر المحكمة محكمة جنايات الزقازيق الدائرة 12 برئاسة المستشار نسيم علي بيومي وعضوية المستشارين محمد السيد وسامي زين العابدين والوليد حسين مكي أولى جلسات المتهم غدا. يمكن هو كان محال غيابيا، كان محال من قبل النيابة العامة لمحكمة الجنايات غيابيا، لكن تم القبض عليه أمس من خلال مأمورية مكبرة من الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، وهيتم عرضه غدا على محكمة جنايات الزقازيق محبوسا. يمكن اليوم وزارة الداخلية أصدرت بيان أوضحت فيه التفاصيل القبض على المتهم بعد 3 أشهر من اختبائه لدى أحد أقاربه بمحافظة دمياط. احنا مع حضراتكم من أمام محكمة جنايات الزقازيق الدائرة 12 المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، لا تنظر غدا أولى جلسات محاكمة المتهم شادي 36 عاما، هو لا يعمل، المتهم بقتل شقيقة زوجته لخلافات بينهما. يمكن التحريات والتحقيقات أثبتت أن شقيقة زوجته فتاة في العشرينات مقيمة مع شقيقتها وتعمل بمدينة العاشر من رمضان، وهي من إحدى قرى مركز مشلول السوق. ويوم الواقعة حصل بينها وبين زوج شقيقتها خلاف بسبب خلافات المالية، فقام بالتعدي عليها خنقا وإصابتها إصابات متعددة. يمكن المحكمة كانت هتنظر غدا أولى جلسات المتهم هاربا، لكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط والأمن العام تمكنت من القبض على المتهم قبل ساعات من المحاكمة. سوف يتم عرضه غدا على محكمة جنايات الزازيق الدائرة 12 محبوسا. سوف تنظر محاكمته برئاسة المستشار نسيم علي بيومي وعضوية المستشارين محمد السيد وسامي زين العابدين والمستشار وليد حسين مكي. نشكر حضراتكم على